المالك يتنحى ويسلم السلطة إلى العباد. المليحة في يد النظام وصور خاصة من الميدان تظهر دور حزب الله. مجلس الوزراء أقر الهبة العينية وأمريكا قررت تسليح لبنان بذخائر متطورة. رحلة نيابية صحفية في عرض الأزرق ورجعوا من البحر عطشانين. هلا مين مهدي مين؟ أنت مهديها ولا هي مهديها؟ أنا رعتوها أنا في الخاص أشهر مغردة فلسطينية التويت ينتصر ايضا. ما كنتش بقدر يعني اشوف الناس عمالها بتموت عنا بغزه وما اعملش شيء، يعني انا حسيت انه في طريقه بقدر اساعد فيها يعني. وفي النشره حزب الله يسلح غزه فنيا. من فوق الارض وتحتها من لجج البحر وجوها من خلف خطوط عدوها هبا كما الاعصار. مساء الخير. في مجلس الوزراء جرى تدبير الهبة السعودية فأصبح المليار هبة عينية بلوائح يطلبها الجيش والمؤسسات الأمنية وتقدم كمساعدات على شكل معدات جاهزة، وبذلك تتفادى خزينة الدولة إحراج المليار وعدم مروره بالقنوات الرسمية. المليار السعودي ليس وحده على ساحة التجهيز العسكري بعدما قررت أمريكا منح الجيش أجهزة قتال دفاعية وهجومية تصل إلى لبنان الأسبوع المقبل. حتى الآن فإن دفق المكرمات لا يزال يأخذ شكل المحاكاة، ولم يعرف ما إذا كان سينتهي إلى مصير المليارات السعودية الثلاثة والتي لم يفرج عنها لا من خواب فرنسا ولا من الديوان الملكي السعودي. ومن أسر المال إلى أسر العسكري والأمن، حيث يتطلع الخاطفون إلى مطالب تبدو صعبة التنفيذ كأطلاق سراح عدد من مسجوني رومي والمدعو عماد أحمد جمعة الذي ادعى عليه القاضي صقر صقر في الساعات الماضية. هذا الادعاء أزعج النصرة وأقلق خاطر هيئة العلماء المسلمين على اعتبار أننا أمام خاطفين لهم مشاعر يقتادون العسكر من بيوتهم ويدخلون إلى قرى آمنة لترويعها ورهنها ويفتحون بوابة الوطن على الإرهاب. بعض من الإرهاب الإلكتروني جرت السيطرة عليه اليوم من فرع جرائم المعلوماتية، حيث ألقي القبض أخيرا على مشغل موقع لواء أحرار السنة في بعلبك ويدعى حسين الحسين، وقد اعترف بما كان يقوم به الموقع. وإلى الإرهاب الأبعد مدى، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما مواصلة الغارات الجوية على داعش، وقال أن الوضع في جبال سنجار تحسن كثيرا. التحسن جاء سياسيا أيضا بقرار رئيس الحكومة نور المالكي التسليم بالقضاء الإيراني والقدر الأمريكي، فهو تنحى لصالح خليفته المعين رئاسيا حيدر العبادي. أعلنت قوى الأمن الداخلي أن شعبة المعلومات أوقفت مشغل موقع أحرار السنة بعلبك في منطقة بعلبك ويدعى حاء شين حاء، لافتة إلى أنه لبناني الجنسية من مواليد عام 95، وأشارت إلى أن الموقوف اعترف بتشغيله الموقع. وفي معلومات لمراسلنا في بعلبك فإن المشغل يدعى حسين شومان الحسين، وقد ألقي القبض عليه في منزله وهو مجنس من بلدة حوش سنيد بعلبك وقد اعترف بالتهمة. كاميرا الجديد تجول في بلدة المليحة بعد سيطرة الجيش السوري عليها. في هذا التقرير للزميل رامز القاضي الذي يظهر كيف نجح الجيش السوري بمساندة حزب الله في استعادة هذه البلدة الاستراتيجية. ثلاثة أشهر من المعارك العنيفة استطاع في نهايتها الجيش السوري استعادة مدينة المليحة الاستراتيجية بعدما كانت دخلتها المعارضة المسلحة قبل عام. وهذه الصور الخاصة من داخل المدينة تظهر الدمار الكبير الذي تلفت
الاشتباكات بين الطرفين، فضلا عن استعمال الطيران الحربي قصف المواقع التي كان يتحصن فيها المسلحون وغالبيته من الفصائل الإسلامية وأبرزها جيش الإسلام بقيادة زهران علوش وجبهة النصر. وفي التفاصيل أن هؤلاء لم يصمدوا أمام الضربات المكثفة للجيش السوري والطوق المحكم عليهم، فانسحب أكثر من 600 مقاتل بعد محاولة فاشلة منهم لفك الحصار، فارتد الجيش السوري في هجوم معاكس ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 مسلح وانكسار دفاعاتهم. ولاحقهم الجيش في المزارع الشرقية والشمالية الشرقية حيث كانت تلك الثغرة الوحيدة، فانسحبوا شمالا تجاه بلدتي كفر بطنة وجسرين تاركين وراءهم عتادهم وقتلاهم في أرض المعركة. وهذه المشاهد الخاصة من ميدان المعركة تظهر عناصر الجيش السوري وحزب الله يتقدمون إلى أحراج المليحة. وفي هذه الجولة بالكاميرا داخل أحياء المليحة تظهر شراسة المعارك التي دارت من خلال الدمار الكبير في أبنيتها وشوارعها وبناها التحتية. وهذه الشعارات على الجدران كل ما تبقى للمسلحين تذكر بأن الجيش الحر وكتائب إسلامية مروا من هنا، لكن الصورة الآن باتت في قلبها جنود سوريون دخلوا بدباباتهم وأسلحتهم ساحة المدينة معلنين أنها باتت تحت قبضتهم. الأنفاق من أبرز الأسلحة التي اعتمدها المسلحون في تحصيناتهم للنفاذ من القصف الجوي وأيضا للوصول إلى مناطق متصلة جغرافيا كهذا النفق الذي يصل للمليحة بجرمانة في محاولة للسيطرة عليها. وتعد بلدة المليحة ذات أهمية استراتيجية إذ تقع قرب مطار دمشق الدولي، وهي تحاذي منطقة الغوطة الشرقية التي تعد أحد معاقل المعارضة. وبهذه السيطرة يكون الجيش السوري قد أمن محيط العاصمة دمشق من سقوط قذائف الهاون، إضافة إلى فقدان المجموعات المسلحة طرق الإمداد إلى عمق الغوطة الشرقية ما يسمح للجيش بالتقدم إليها ويرخي بظلاله على العمليات العسكرية في مختلف مناطق الغوطة خصوصا دوما وحرستا اللتين تعدان معقل المعارضة المسلحة. رامز القاضي، قناة الجديد. أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قبل قليل تنحيه عن السلطة، وقدم جردة سريعة عن إنجازات حكومته أمنيا وعمرانيا، وقال إنه استبعد منذ البداية خيار استخدام القوة الذي لا يلجأ إليه إلا لمواجهة الإرهاب. واليوم أقول للشعب العراقي الكريم، لأسالمن ما سلم العراق وشعبه، ولن أكون سببا في سفك قطرة دم واحدة وإن كان فيها جور علي، كما قالها خالدة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين إن لم يكن فيها جور إلا علي. وأقول لكم أيها الشعب الكريم، لا أريد أي منصب، وإن منصبي ثقتكم بي، وهو منصب لا أرقى ولا أشرف منه. وأعلن أمامكم اليوم ولتسهيل سير العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة سحب ترشيحي لصالح الأخ الدكتور حيدر العبادي، وكل ما يترتب على ذلك حفاظاً على المصالح العليا للبلاد، وسأبقى جندياً مقاتلاً مدافعاً عن العراق وشعبه وسنداً له، إنه ينهض بأعباء المسؤولية والأمانة بكل وسنداً لمن ينهض بأعباء المسؤولية والأمانة بكل وطنية وشرف وحزم وشجاعة في إحقاق الحق ودحر الباطل والدفاع عن المظلومين والوقوف بوجه الإرهاب والطائفية وتقسيم العراق والحفاظ على وحدته واستقلاله وسيادته.
مجلس الوزراء يقبل الهبة السعودية، مساعدات عسكرية أمريكية للجيش، وأخبار إضافية في بانوراما محلية لعنان زلزلي. في جلسة مجلس الوزراء أكد رئيس الحكومة تمام سلام أن موقف الحكومة الصارم في عرسال أدى إلى السيطرة على الوضع الميداني، معربا عن قلقه من خطف العسكريين. كما وافق مجلس الوزراء على هبة المليار دولار التي قدمتها السعودية لدعم الجيش، وعلى مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي لتغطية العجز الحاصل في معاشات التقاعد، والموافقة على مشروع مرسوم إعطاء المؤسسة العامة للإسكان سلفة خزينة لتسديد فوائد القروض المستحقة عليها للمصارف. وجدد المجلس تفويض وزير التربية إصدار الإفادات من أجل إنقاذ مستقبل الطلاب. الموافقة على قبول الهبة العينية المقدمة من المملكة العربية السعودية بما يعادل مبلغ مليار دولار أمريكي لتسليح وتجهيز الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والقوى المسلحة. أبلغ السفير الأمريكي ديفيد هيل رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الدفاع سمير مقبل عزم واشنطن تقديم مساعدات عاجلة للجيش اللبناني عبارة عن ذخائر هجومية ودفاعية تصل إلى بيروت في غضون أسابيع. استجابة لطلب الجيش اللبناني مساعدة طارئة لحماية لبنان وجميع اللبنانيين من هذه التهديدات، سنقدم قريبا ذخيرة إضافية وعتادا لعمليات الجيش اللبناني القتالية الهجومية منها والدفاعية، وهذا سوف يعزز قدرة الجيش اللبناني على تأمين حدود لبنان وحماية الناس في لبنان ومحاربة الجماعات المتطرفة العنيفة. وستصل المساعدات في الأسابيع القليلة المقبلة وتستمر في الأشهر التالية. وزار هيل قائد جيش الإمازون قهوجي مع عضو الكونغرس الأمريكي لامور ويستلين، كما استقبل قهوجي السفير البريطاني توم فليتشر وعدد من أفراد عائلة العقيد الشهيد داني حرب الذين شكروا لقائد الجيش تعزيته لهم. وأكد العماد قهوجي أن لا مساومة على كرامة الجيش وعسكريه كافة، وأن قضايا الشهداء والجرحى والمفقودين العسكريين ستبقى في طليعة اهتمامات المؤسسة العسكرية. تصاعدت حدة المواجهة بين مجلس الإدارة في مؤسسة كهرباء لبنان من جهة والمياومين وجوبات الإكراء من جهة أخرى، فعمد المياومون بالتزامن مع المؤتمر الصحفي للمدير العام للمؤسسة كمال حايك إلى نصب الخيم داخل مبنى المؤسسة في كورنيش النهر، مؤكدين تمسكهم بحقهم في التثبيت. المادة الثانية من القانون بتقول أنه بتنعمل مباراة محصورة والفائزين بالمباراة المحصورة بفوتوا على مؤسسة كهرباء لبنان. إذن القول أنه كلنا بدنا نتثبت هيدا قول خاطئ ومغلوط. القانون واضح في مباراة، وعندما بيكون في مباراة بيكون في ناس عم تنجح وناس عم تسقط. المادة السابعة من القانون بتقول أن الأشخاص يلي ما نجحوا بالمباراة ورسبوا فيها بيطلع لهم تعويض شهرين على كل سنة خدمة. إذن المادة السابعة بتعالج بوضوح الناس يلي ما بينجحوا بالمباراة. بعد زيارته الرئيس أمين الجميل، طلب الرئيس ميشيل سليمان الحكومة بتأليف لجنة تتابع موضوع الهبة السعودية مع كل من الرياض وباريس وترفع تقريرها إلى رئاسة الحكومة بهدف تسريع الهبة. ودعا الحكومة أيضا إلى متابعة الشائعات التي تتحدث عن وجود صفقات في الهبة. وربط سليمان بين رئاسة الجمهورية وداعش. بدي أطمن أنه بالنسبة لموضوع دعم الجيش مش مربوط بتصفية المقاومة، مربوط بتقوية الجيش، وده أمر طبيعي. ويصير الجيش هو صاحب السيادة على الأرض، هو الوحيد اللي يحمل البندقية، هو يحارب الإرهاب، وهو يدافع عن الأرض تجاه إسرائيل. وموضوع المقاومة حله عبر الاستراتيجية الدفاعية. ما في دولة بلا رأس، مش معقول شو ما كانت القصة. داعش عند أمير. الوضع الأمني في البلاد وشؤون المؤسسة العسكرية، بحثهما رئيس مجلس النواب نبيه بري مع قائد الجيش العماد جون قهوجي. وعقب زيارته عين التيني، أشار رئيس تيار التوحيد العربي وئام وهاب إلى أن موضوع رئاسة الجمهورية ما زال يراوح مكانه، لافتا إلى وجود أمل في موضوع سلسلة الرتب والرواتب. استمرار وأيد ما قاله دولة الرئيس حول موضوع الاستثمار بالأمن في هذه المرحلة، وهذا أمر مهم لتأمين الدعم المطلوب للجيش. في إطار جولاته على المرجعيات السياسية، زار وفد من حزب التاشناق النائب ميشيل المر الذي ألمح احتمال حلحلة في الموضوع الرئاسي. أيلول طرفه بالشتي مبلول، بقى بتكل شهر الجاي
يصير في رئاسي بلبنان. إذا سألتني بقول لك أنا بدي انتخابات اليوم قبل بكرة، وإذا العيون واقفة على صوتي تنصوت بالمجلس بنصوت ضد التمديد لمجلس النواب. ما له شيء، خلينا نرجع نمرن عضلاتنا بالانتخابات ونعمل انتخابات. حاجة نمدد. في سياق لقاءاته الوداعية، زار السفير السعودي علي عواد عسيري مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني متمنيا التوفيق للمفتي المنتخب عبد اللطيف دريان. نحن نعرف جميعا أنه دار الفتوى هي صوت الاعتدال، وهي التي تمثل صوت الاعتدال، ونرجو أن يلتف حولها الجميع لتقوم بالمهمة الموكلة إليها، وأن يستطيع سماحة المفتي الجديد أن ينفذ البرنامج الذي أعلن في خطابه. وكان عسيري قد زار نقابة المحررين مودعا، وعلم أنه باق في بيروت حتى انتهاء عملية انتقال السفارة السعودية إلى مبنى جديد قبل أن يتوجه إلى باكستان، حيث جرى تعيينه سفيرا فوق العادة لبلاده. رحلة البحث النيابية عن المياه العذبة تبوء بالفشل فتتحول إلى رحلة استجمام. لو أن هذه المشاهد في بلد طبيعي يبعد كل البعد عن بلدنا، لكانت هذه الباخرة تتجهز لرحلة التنقيب عن النفط في باطن مياهه، ولكانت هذه الطائرة محملة بمواطنين هاجروا بحثاً عن لقمة العيش فعادوا إلى بلدهم بعدما ارتقى به نفطه وبأهله. ولكن ولأن لبنان ليس كغيره من البلدان، فإن رحلة البحث هذه ستكون عن المياه العذبة التي تسللت إلى البحر من الينابيع والأنهر. لذلك قرر نواب لجنة الأشغال النيابية بحث عن مياه عذبة لعلها تروي فيها قلوب المواطنين الملوعة من تقاعسهم. على متن باخرة قناة التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية، الشرح المفصل دام لأكثر من ساعة، حيث فصل رئيس المجلس ومتخصصوه الأبحاث والأعمال الميدانية التي نفذت حتى الساعة بحثا عن المياه العذبة، ليتبين خلال الشرح ما هو واضح أن مياه الصرف الصحي أغدقت على مياه بحرنا بالتلوث في كافة المناطق. وإذا عاشت الأنهر فصلا جافا هذا العام، فإن قنوات التصريف لا يمر عليها أبدا موسم جفاف. هذا المشرور اللي بيكب، مشرور اللي بيكب، مشرور اللي بيحول هون، فينا نمد أصلا 100 متر ونبعده على 500 متر على العميق. إذن المركز أكد وجود كميات مياه عذبة في الشمال والجنوب، لكن تقنية سحبها من العمق لن تكون سهلة، وبالتالي فإن رحلة البحث عن المياه هذا النهار لن تكون سوى كزدورة مائية. يعني بالوقت الحاضر اليوم في محلات كان بيعرفوا مثل المعاملتين أنه في مياه عذبة، ولكن من الأسبوع الماضي بيّن لهم ما في مياه. سبب هو أنه نشفت هذه الينابيع، مثل ما بتنشف بالبر بتنشف البحر أيضا. الحمد لله مشوار حلو، كسرنا وتعلمنا كيف البخرة تمشي وكيف تطلع. أنه هذه المياه هي مياه صالحة فعلا للشرب كمياه شفي دون أي معالجات. لا، نحن منقول حتى المياه اللي عم يشربها اللبناني اليوم ما بتتمتع بكل المواصفات الطبية والعلمية. الرحلة وإن تحولت إلى سياحية إلا أنها لم تتمتع بكافة المعايير، في اللي داخ داخ ويلي وقع كان في مين يهديه. هلا مين مهدي مين؟ انت مهديها ولا هي مهديها؟ انا رعتوها انا شفتيني مهدتي صبتيها بالعاده هيك بدي قوقع بطه بدها هديه اقوى هيك المستقبل ما له عليها والله عربي انا مين اصلا النهارده. الجولة تضمنت أيضا استطلاعا بحريا للمبنى الذي تملكه عائلة النائب قباني في عين المريسي، فكانت الصور التذكارية. ولأن لا مياه عذبة نجدها فكان الكلام في السياسة. بس طبخة مطبوخة لا فيدي ولا ميدا. مش كثير زعلانين يعني انه حيتمدد؟ لا والله انا زعلان عن جد. هذا مفحلو ضلني وهيك بلا انتخاب بلا محاكمة. لا بالعكس. انتهت الجولة ليأخذنا بذلك الوفد إلى نص البحر ويرجعنا عطشانين، لا مياه عذبة ولا من يشربون. منذ فترة ليست ببعيدة اكتشفت الدولة اللبنانية أن داخل بحرنا هذا نفط ثمين، واليوم تقوم الدولة برحلة بحث عن المياه العذبة
داخل هذه المياه المالحة، ولكن والشيء المؤكد ومن دون شك هو أن داخل هذه المياه صرف صحي يكاد يغطي على مياهنا المالحة بنفطها ومياهها العذبة. نوى البري، قناة الجديد. حزب الله يدعم غزة تحت الأرض وفوقها. في حرب غزة الأخيرة كثر الحديث عن تعاون وتنسيق بين فصائل المقاومة من لبنان إلى فلسطين. حزب الله لم يعلن أي دعم عسكري، لكن إلا أن ما تأكد هو الإسناد الموسيقي الذي يهز الدنيا عبر فرقة الولاية الجناح الموسيقي لحزب الله. نصرك هز الدنيا، شعبك ما بينحني. نصرك هز الدنيا، شعبك ما بينحني. وكما ألفت فرقة الولاية نشيد نصرك هز الدنيا احتفالاً بنصر تموز 2006 في لبنان، ها هي اليوم تهدي غزة نشيد من فوق الأرض وتحتها، وقد بات أنشودة النصر على قناة الأقصى الفضائية. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبل كما الأعصار. هو تعاون وإن كان رمزياً، لكنه يؤكد أن النهج واحد والخطى واحدة، وهي طريق النصر من لبنان إلى فلسطين على الرغم من كل الخلافات. السيد حسن نصر الله يكشف في حديث إلى صحيفة الأخبار بعضاً من تفاصيل حياته اليومية والحياتية. لم يكن الحوار الذي أجرته صحيفة الأخبار مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على جزئين كغيره من الحوارات، إذ تطرق الحوار إلى بعض التفاصيل الشخصية والحياتية لرجل يكثر معه الحديث في السياسة، فأعلن السيد حبه لكرة القدم قائلا: نعم أحبها، وكنت ألعبها مع الأصدقاء قبل أن أضع العمامة وبعدها، غالبا ما كنت مع البرازيل وأحيانا مع الأرجنتين، وخصوصا عندما كان مارادونا في المنتخب. السيد شاهد جزءا من المباراة النهائية في المونديال، وذلك من أجل ابنه لا من أجل المباراة بحد ذاتها، معللا ذلك بالقول: ابني كان مع ألمانيا، أردت أن أخلق جوا من المنافسة والتشويق فوقفت في صف الأرجنتين. أما عن استعماله موقع الفيسبوك فقال السيد: بسبب الظروف الأمنية فإن كل شيء له علاقة بالتليفون الخلوي والإنترنت يجب أن يبقى بعيدا منه، ولذلك لا علاقة مباشرة لي بالفيسبوك، ولكنني مطلع على نحو دائم على ما يحصل على مواقع التواصل الاجتماعي من نقاشات وإشاعات ومحادثات من خلال الملخصات والتقارير التي تصلني عن الموضوع. وفي هذا الإطار انتشر عبر مواقع التواصل هاشتاج مساعد سامحته، أوصل خلاله المغردون تحياتهم ومطالبهم إلى السيد ومعايداتهم بذكرى انتصار تموز. لم يغب الحوار عن طبق الطعام المفضل لدى السيد، معلنا أنه حاليا يأكل أي شيء متوافر، مسترسلا في الحديث: لكن أيام زمان كنت أفضل الملوخية والمجدرة بالرز والسمك. أما عن قيادته السيارة فذكر السيد أن آخر مرة قاد فيها سيارة تعود إلى عام 86 كحد أدنى. ولدى سؤالي عن شكل الضاحية الجنوبية بعد عام 2006 أصر السيد على عدم غيابي عن الضاحية وأنه يعرف تفاصيلها، معتبرا أن الإسرائيلي روج فكرة ما ويساعد على ترويجها بعض الإعلام العربي، مفادها أنني مقيم في ملجأ بعيدا من الناس فلا أراهم ولا أتواصل معهم، وأني منقطع حتى عن إخواني. أنا لا أقيم في ملجأ، والمقصود بالإجراءات الأمنية هو سرية الحركة، لكن هذا لا يمنعني نهائيا من أن أتحرك وأجول وأتعرف وأرى كل ما يحصل. وعن مشاهدته أفلاما أو مسلسلات رد السيد قائلا: عندما يتوافر لدي وقت شاهدت حلقات من مسلسلات مثل التغريبة الفلسطينية، النبي يوسف، الحجاج بن يوسف، الغالبون وأمثالها. اعتاد السيد أن يقرأ الروايات منها لجبران خليل جبران،
ولكن منذ 5 سنوات وحتى الآن لم يقرأ شيئا في هذا المجال باستثناء كتاب هدية وصله بعنوان عين الجوزة. وقال السيد: مثلا الآن في الموضوع الثقافي أنا أقرأ الموضوعات التي تعالج ظاهرة التكفير، ولا سيما تاريخ التكفير وأسبابه واتجاهاته، وهناك مجموعة من الكتب الممتازة في هذا المجال شيعيا وسنيا، لأن هذا الآن هو موضوع الابتلاء الحقيقي. وفي الفترة التي سبقت عام 2006 تركزت قراءاتي على الموضوع الإسرائيلي كمذكرات الجنرالات والسياسيين وقادة الأحزاب، لأن هذه معركتنا وقد أصبح لدينا تخصص في هذا المجال. وتابع نصر الله: كنت أتقن اللغة الإنجليزية، لكن بسبب قلة الممارسة بدت أفهمها، لكن لا أتحدث إلا قليلا، أستمع إلى نشرات الأخبار وأفهم ما يرد فيها. من شدة حبه للجيش لم يترك صورة ولا علما إلا وعلقه في الشوارع وعلى جدران منزله الذي أصبح يسمى الفياضية. هذه ليست سكنة عسكرية ولا منزل لضابط أو عنصر في الجيش اللبناني، إنه منزل المواطن جواد قبيسي من بلدة أنصار الجنوبية، العاشق للجيش اللبناني، والذي لم يترك صورة تتعلق بالجيش وإنجازاته إلا وعلقها في الشوارع وعلى جدران منزله حتى أصبح يعرف بالفياضية. كل واحد مثلا أنا بيقول أنت ليش عم تعمل هيك؟ بيقول أنا بحب الجيش، بيقول أنا بحب الجيش، بيقول صحيح أنت بتحب الجيش بس أنا بحبه وبعمل. يرى البعض أن ما يقوم به جواد هو مجرد هواية تصل حد الجنون، إلا أن البعض الآخر يراه عملاً مفيداً ويقدم للجيش الكثير. في ناس يعني بيشوفوا هالشيء صح، في ناس بيشوفوا غلط، يعني بيقولوا هيدا هوس، هيدا جنون، يعني نحكي عنه كثير يعني. هيدا حب، أنا ما بس في ناس بيقولوا شو هواية عندك، كلمة هواية بتزعجني أنا. يعني العمل اللي عم يقوم فيه جواد قبيسي مش أكثر من أنه تعبير عن شعور، إذا فينا نقول خلق معه. حضرتك عميد وعنصر كنت بالجيش، وشو هذا الشيء اللي عم يعمله قديش بيأثر فيك أو بيأثر بالعسكري اللي على الأرض، يعني قديش بيعني للجيش؟ أنا بقول لو كل مواطن 10% من اللي عم بيقدمه سيد جواد قبيسي هو هذا دعم للبنان وللجيش ككل. وفي ظل الظروف التي تعصف بالوطن وبالمؤسسة العسكرية يقدم جواد دعمه المعنوي على طريقته. الأوضاع اللي هلأ بعرسال وفي مخطوفين للجيش وفي شهداء، شو بتقول؟ هذا أكبر تحدي أنا قمت فيه، هذا أني عم حط أنا أعلام من الجيش وأعلام من لبنان وصور من الجيش، يعني عم بدعم الجيش تأييد ودعم، هذا تحدي إرهاب وداعش. وأنا قبل منها بعت رسالة فتح الإسلام ونزلت بالجرائد يعني وما فزعت. هو المجنون أو المهووس أو العاشق لا يهم بنظره ما يقال عنه، مقتنع بما يفعله ويرى فيه إنجازا وتعبيرا عن وطنيته وحبه للجيش. أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما مواصلة الضربات الجوية ضد داعش في شمال العراق، لافتا في مؤتمر صحفي إلى أن الوضع في جبل سنجار تحسن كثيرا واستبعد مزيدا من المهام لإجلاء الناس من هناك، وعبر عن فخره بجهود القوات الأمريكية ودورها الفعال في إنقاذ المدنيين في سنجار، وقال: نشعر بحاجة ملحة إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في شمال العراق، ونحث العراقيين على توحيد صفوفهم لمواجهة تنظيم داعش. إسرائيل خرقت الهدنة الجديدة، والفلسطينيون يواصلون مقاومتهم بحب الحياة وتصنيع الصواريخ. بداية هشة، هكذا يمكن تسمية التهدئة الجديدة ذات الأيام الخمسة التي توافق عليها الفلسطينيون والإسرائيليون بوساطة مصرية، والتي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء. فمع أولى ساعات الهدنة المفترضة نقضت إسرائيل الاتفاق، وشن طيرانها فجراً سلسلة غارات على قطاع غزة المحاصر لم تسفر عن وقوع مصابين. ووسط تبادل الاتهامات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بخرق الهدنة، عاد الهدوء لاحقا إلى غزة، إلا أن التهديد من أي خرق بقي واردا في أي لحظة.
وبعد انتهاء جولة المفاوضات وعودته من القاهرة، أكد خليل الحي القيادي في حركة حماس أن الوفد المفاوض لم يتمكن من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بسبب تلاعب إسرائيل بالألفاظ، وقال: نحن لا نفاوض جانبا سهلا بل عدوا متمارسا في المماطلة والبعد من الحقيقة. لسنا معنيين بمواجهة، لكن إذا فرضت علينا نحن قادرون بكل اطمئنان وبكل تواضع أن نجدد المواجهة مع العدو بأعنف مما كانت. ورغم الحرب والألام يأبى الغزيون البكاء على الأطلال، ففي إرادة قوية بالحياة وهزم آلة العدوان، شهدت مدرسة بنات الشاطئ الإعدادية التابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين أونروا حفل زفاف الشابين الغزيين عمر صالح أبو النمر والعروس هبة. الحفل أقيم وسط حشد من المدعوين وأجواء من الزينة ولو البسيطة والرقص والغناء. هي رسالة حياة، نستغل كل لحظة من أجل أن نقول للعالم بأننا نعشق الحياة وسنواصل التطلع نحو حياة أفضل. ومن مقاومة الحرب بإرادة الحياة إلى المقاومة المسلحة، حيث نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية حماس مقطعاً مصوراً يظهر استمرار عناصرها في تصنيع صواريخ محلية من طراز M75 داخل ورش التصنيع الخاصة بها. وقالت القسام في فيديو بثته فضائية الأقصى إنه على الرغم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فإن التصنيع مستمر من الورش إلى الميدان. زعمت قيادتكم الخاسرة أنهم قد دمروا قدراتنا الصاروخية، ولكن رغم العدوان ما زال التصنيع مستمر. وفي الحرب على غزة، فتاة فلسطينية تنتصر للقطاع عبر تويتر: الحرب على غزة كانت معركة على الحقيقة، معركة لا يشترط كي تكون جنديا فيها سن معينة أو شهادة مهنية. كاميرا الهاتف الجوال وحساب تويتر كانا كافيين للطفلة فرح بكر كي تصد من بيتها هذا المحاذي لمستشفى الشفاء صورة نمطية أرادت إسرائيل ترسيخها لدى العالم عن عدوانها على المدنيين في غزة. 16 سنة فقط هو عمر فرح، وهذه هي الحرب الثالثة التي تعيشها، حرب كانت مختلفة لجهة الدور الذي لعبته فيها، فقد داومت على تزويد متابعيها بآخر التطورات عبر حسابها على تويتر. يعني بالأول أول الحرب كان عندي 800 فولورز، فأنه كنت يعني عادي بكتب لمجموعة صغيرة من الناس، بعدين صاروا يزيدوا، أنا ما كنتش بتوقع أنه هيك أوصل، كنت يعني بدوا يزيدوا شوية شوية، بعدين بدوا يعني بديت أنشهر بالذات من ليلة 29/7 وقت ما كان القصف كله عنا في المنطقة، يعني فكنت أكتب كل إشي، فوقتها الناس يعني كتير اهتموا وصاروا يعني بعدها صار عندي كتير فولورز، ففي ناس صاروا يحكوا لي انه احنا يعني بدل ما نتابع الاخبار التلفزيون صرنا نتابعك انت، فصرت حاسه انه هذا شغل لازم اضل اكمل فيه. يعني تسكن فرح مقابل مستشفى الشفاء التي يعمل والدها فيها طبيبا جراحا، الى هنا كانت تصل جثامين الشهداء واجساد الجرحى ترافقها صرخات ذويهم. انا ما كنتش بقدر يعني اشوف الناس عمالها بتموت عنا بغزه وما اعملش إشي، يعني انا حسيت انه في طريقه بقدر اساعد فيها، يعني هي اني انشر ايش بيصير بغزه بالضبط، وحاولت اكتب بالانجلش اكثر إشي لانه انا بعرف ان العالم العربي يعني بعرف حقيقه اسرائيل بس برا بيعرفوش. في قناه سكاي نيوز عملت ريتويت لشويه اشياء، والبي بي سي، وفي كتير يعني من اللي بيكون في جنب اسمهم صح، يعني بس مش عارفه من هم. لم تكن فرح لتتخيل أن تجد نفسها في بقعة الضوء بعد هذه الحرب. كبرت الطفلة بتجربتها خلال شهر واحد ما يعادل أعواما. قررت أدرس الحقوق يعني عشان أكتر شي تهتم بالقضية الفلسطينية، حابة بدي أركز شغلي عليها وبدي أحاول يعني بدي أتنافس مع المؤسسات اللي بتدعي أنها تهتم بحقوق الإنسان، بس إنه هي يعني تهتمش، يعني هي الأكبر دليل إنه هي عمله من الناس عنا بيموتوا ناس أبرياء وهم مش بتحركين، طب يعني إيش ضايل أكتر من هيك يعني يسكتوا عليه. هي إذن واحدة من رسل الحقيقة الكثر، ميزها الوسيط الذي كانت تتواصل من خلاله وصغر سنها، لكنها راكمت على جهود غيرها ممن عمل على فضح جرائم الاحتلال وكشف ممارساته. محمد المدهون، قناة الجديد، غزة، فلسطين. أنشودة تدعو الفصائل المقاتلة في سوريا إلى محاربة تنظيم داعش وردع فساده.
قوموا جميعا قاتلوا البغداد رأس الفساد وسيد الأوغاد قوموا جميعا قاتلوه فإنه قد زاد في الإجرام والإفساد. قوموا جميعا قاتلوا البغدادي أنشودة أنتجتها مؤسسة صدى التوحيد للإنتاج الإعلامي وبثتها عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب، دعت فيها كل الفصائل المقاتلة في سوريا إلى محاربة تنظيم داعش وردع فساده. دأب السلام عصابة البغداد قد أوغلت في الشر والإفساد تأبى التحاكم للشريعة دأبها نهج الغلاة وعصبة الإلحاد. وتشير الأنشودة إلى رفض تنظيم داعش التهديد مع الكتائب الإسلامية المقاتلة في سوريا وتتهمه برفض الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية، وتندد الأنشودة بسفك دماء المسلمين على أيدي رجال البغدادي وصفة عناصره بأنهم لا دين يردعهم وقد ضروا وفروا من هدى ورشاد. طوبى لكم في قتالهم، والله إن قتالهم خير من قتال النظام، والله إن قتالهم خير من قتال النظام. وتختتم الأنشودة بالدعاء إلى الله أن يبيد تنظيم داعش وأن ينزل به بأساً شديداً. هذه هي دولة الإسلام أيها العالم التي أرسلها البغدادي ليفجرون في بيوت ومنازل المدنيين. أهلاً بكم من جديد، ونبقى الآن مع النشرة الفنية التي أعدها الزميل شادي خليفة. مساء الخير كريستين. بعد بيروت عم تشهد حفلات ومهرجانات، امبارح تابعنا الحفل التكريمي اللي صار ضمن مهرجان اعياد بيروت للفنان الراحل وديع الصافي اللي حمل عنوان طلوا حبابنا، وكان شهد المهرجان نفسه حفل ناجح للفنان فارس كرم غنى فيه اغنيته الوطنيه الجديده لولاك يا لبنان اللي تعاون فيها مع الفنان الشامي مروان خوري. فشو بيقول فارس عن هالتعاون، وهل فعلا سبب خلاف بينه وبين روتانا؟ لولاك يا لبنان كلمات وألحان مروان خوري، توزيع روجي خوري. غنية حبيتها، غنية وطنية، وطنية جديدة. حسيت بالأغاني هيك القريبة للقلب، حسيت بهالغنية، والحمد لله يا رب العالم كله عم تحكي فيها، وهيدا حلمي وإنه أعمل غنية كل العالم تحكي فيها وغنية تعمل هيت يا رب. مروان تعاملت معه قبل بجانن وبصليني وقلت لك عشقان، واغاني كثير حلوه. مروان فنان رائع وفنان حساس، ومعودين على اغاني مروان الحلوه. وما في شيء بدون لا ظالم ولا مظلوم، وبينقص عالم منا وناس بينزادوا وحول ما إذا هذا التعاون بين فارس كرم ومروان خوري سبب المشاكل لفارس مع شركة روتانا. يقول فارس: أصلاً ما في مشاكل بينه وبين روتانا، يعني بتعجب أنا، بس في سوء تفاهم بين مروان وشركة الإنتاج، فشركة الإنتاج ما يعني روتانا ما مانعت الموضوع، يعني قالت لي بدك تنزلها نزلها أنت يعني، وهيك صار أبداً ما في مشاكل ونحن بألف خير. وعن أجواء حفله ضمن مهرجان أعياد بيروت قال فارس: الحمد لله محبة الناس كبيرة كتير، وعرفت أنه الحفلة بومبا، فالحمد لله يا رب. أنه أكيد محضرين، بدنا نغني الريبرتوار تبعي، وبدي أغني أغاني جديدة، بدي أغني لولاك يا لبنان، إن شاء الله تكون ليلة من العمر. إحنا نتأمل أنه يعم بالسلام، هذه أمني كل إنسان عربي وكل مواطن عربي بيتمناها. نحن اشتقنا للحفلات، واشتقنا للمهرجانات الحلوة، اشتقنا للبنان السلام ولبنان الفرح. ان شاء الله يا ربي انه هيك بنخلص. ويضلوا في احرار يشرق عن ناس نهار، واللي استشهدنا يوم يضيع استشهاده، يضيع استشهاده. نتوحد حتى يضل لبنان يساع الكل، والبلد اللي بيتقص ضيق اولاده، ضيق اولاده. قولوا قولوا لبنان،
ومن فارس كرم إلى البانوراما الفنية وفية، كارول سماحة عم تتابع مهمتها الإنسانية وهالمرة بصيدا. اعتراض راغب علامة على الكهرباء بلبنان وقطع المياومين للطرقات بالإطارات المشتعلة. تامر حسني ألغي حفله بأعياد بيروت بسبب عدم الإقبال، فوضع اللوم على وضع لبنان. بينيلوبي كروز عم تدفع ثمن دعمها لغزة، وأقصر مرة بالعالم إلى عالم الرعب. زارت كارول سماحة بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة للشبكة الدولية للحقوق والتنمية جمعية رعاية الأيتام في مدينة صيدا لتفقد أوضاع الأطفال الذين يواجهون ظروفاً قاسية، لاسيما الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد أمضت كارول سماحة يوماً كاملاً مع الأطفال، وأعلنت عن إطلاق حملة الشنطة المدرسية لـ700 طفل، وقالت أن هدف هذه الحملة هي جمع تبرعات لتجهيز الأطفال قبل دخولهم المدرسة من خلال تحضير الشنط لهم والتي تتضمن الكتب المدرسية والقرطاسية. لا يتوانى راغب علامة عن التعبير عن أرائه المتعلقة بالشأن السياسي والمعيشي في البلد، فقد علق على مشكلة المياومين على موقع تويتر كاتبا: على التلفزيون مؤتمر صحفي لمدير عام الكهرباء، الأفضل أن يقول مدير عام لا كهرباء، لأن الكهرباء أصبحت تأتي في الحلم والشعب مازال يتفرج. وكان راغب علامة قد اعترض البارحة على قيام المياومين بقطع الطريق بالأطر المشتعلة من خلال نشر صور كان قد التقطها بنفسه من سيارته، وغرد قائلا: عشرات الأشخاص من المياومين يقطعون الطرق الرئيسية لمئات الآلاف من المواطنين بطريقة مؤلمة والدولة تتفرج. إذن مشكلتهم عند الدولة، فما ذنب المواطن أن يقطع عليه الطريق ويشعل إطارات تبعث مواد مسمة وسرطانية تصيب الجميع؟ ولولا التغطية السياسية من بعض السياسيين لما استطاع بضعة عشرات من التصرف في تصرف قطاع الطرق على المواطنين الآمنين. تحججت إدارة أعمال الفنان المصري تامر حسني أن حفله في مهرجان أعياد بيروت ألغي بسبب الأوضاع السيئة التي يمر بها البلد، الأمر الذي أثار غضب عدد من الصحفيين اللبنانيين الذين طالبوا تامر وإدارة أعماله بعدم التحجج بالوضع الراهن، وأن عدم الإقبال على شراء تذاكر حفله هو السبب الوحيد والحقيقي وراء إلغاء هذا الحفل. فحفلات جورج والصوف وزياد الرحباني وفارس كرم وتكريم وديع الصافي ضمن المهرجان نفسه حققت نجاحا كبيرا. إذن المشكلة ليست بالوضع بل بتامر، الذي ورغم نجوميته في مصر والمغرب العربي لا يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في بيروت. أعلن عدد من منتجي هوليوود عن غضبهم من مواقف النجمة بينيلوبي كروز وزوجها النجم خافيير باردام بعد أن وقعا مع حوالي 100 فنان إسباني على رسالة تناهض العدوان الإسرائيلي على غزة وتصف ما يحصل بالإبادة الجماعية ضد شعب محاصر. ونقلت مجلة هوليوود ريبورتر ردود فعل عدد من المنتجين الكبار، حيث أكد اثنان منهما رغبتهما وقف تعاملهما مع الممثلين الإسبانيين ومنعهما من دخول استديوهاتهما. انضمت أقصر امرأة في العالم إلى الممثلة الأمريكية جيسيكا لانغ في الجزء الرابع من المسلسل الأمريكي American Horror Story، وجاء الإعلان عن مشاركة جوتي أمش تمثيلياً في مسلسل الرعب، وهي التي لا يزيد طولها على قدمين، وذلك بصفتها أقصر امرأة في العالم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وهي تبلغ من العمر 20 عاماً. لهون منوصل لختام نشرتنا الفنية لليلة، نشرة فنية جديدة مع مواضيع جديدة وأخبار جديدة مساء بكرة. من هلأ لوقتها ضلوا بألف خير. كان في النشرة: المالكي يتنحى ويسلم السلطة إلى العبادي، المليحة في يد النظام وصور خاصة من الميدان تظهر دور حزب الله، مجلس الوزراء أقر الهبة العينية، وأمريكا قررت تسليح لبنان بذخائر متطورة، رحلة نيابية صحفية في عرض الأزرق ورجعوا من البحر عطشانين. هلا مين مهدي مين؟ أنت مهديها ولا هي مهدي؟ أنا رحتوها أنا كان في الخاص أشهر مغردة فلسطينية، التويت ينتصر أيضاً.
كنتش بقدر يعني اشوف الناس عملها بتموت عنا بغزه وما اعملش اشي، يعني انا حسيت انه في طريقه بقدر اساعد فيها يعني. وكان في النشره: حزب الله يسلح غزه فنيا. من فوق الارض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبت كما الاعصار. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وتصبحون على خير.